في إطار التوجيهات الملكية السامية بتوفير 40,000 وحدة سكنية وتنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتوزيع 2,000 وحدة سكنية على المواطنين، واصلت وزارة الإسكان عملية التوزيعات الإسكانية على المواطنين المستحقين من مختلف محافظات مملكة البحرين ضمن جدول زمني لاستكمال التوزيع قبل نهاية الشهر الجاري. وقالت وزارة الإسكان إن المشاريع الإسكانية تضاف إلى سلسلة الإنجازات الإسكانية التي تحققت في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكدة الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتوفير الوحدات الإسكانية للمواطنين. ولفتت الوزارة إلى أن التوزيعات الإسكانية تأتي بالتوافق مع التزام الحكومة بالعمل على توفير 25,000 وحدة سكنية ضمن برنامج الحكومة بما يحقق تطلعات المواطنين. كما أكدت الوزارة تكامل خطة العمل ضمن المشاريع الإسكانية لتحقق تطلعات القيادة فيما يتعلق بإنشاء مدن جديدة ومشاريع تنموية تسهم في خلق المزيد من المشاريع الإسكانية التي يمكن للمواطنين الاستفادة منها، وذلك تحقيقا لأهداف خطة التعافي الاقتصادي. جزيل الشكر للقيادة الرشيدة على رأسهم سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى وإلى سمو ولي العهد رئيس الوزراء على ما يقومون فيه من تقديم خدمات كثيرة للمواطنين ومن أهمها الإسكانية. واليوم تفضل شخصيا مع مجموعة من الأهالي باستلامهم مفاتيح وحداتهم السكنية في عدة مناطق، وندل هذه دل حرص الوزارة وعلى رأسهم المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس وزير الإسكان على الاهتمام بمتطلبات المواطنين. شرفنا بحضور توزيع الوحدات السكنية وأيضا شهادات التخصيص، طبعا هذه على توجيهات سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، واليوم احنا نشوف نتاج هذه التوجيهات. وطبعا التوجيهات الأخيرة لسيدي سمو ولي العهد بتوزيع 2000 وحدة، واللي احنا اليوم متواجدين مع الأهالي والمستفيدين من هذه الوحدات. شفنا السعادة في وجوه الناس انهم قاعدين يحققون حلمهم في استلام هذه الوحدات. نشكر الجميع على هذه العملية السعيدة، ونتمنى للجميع إن شاء الله أن يحصلوا على مسكنهم والتوفيق للجميع بإذن الله. دولة يعني من فترة طويلة وهي تحاول أن تلبي طلبات المواطنين في مجال الإسكان استنادا إلى النصوص الدستورية، وإحنا كمملكة دستورية نلتزم بنصوص الدستور، وأعتقد أن هذه حقوق موجودة للمواطنين والدولة تحاول قدر الإمكان وقدر المستطاع أن تلبيها. اليوم شرق مدينة سترة، شرق الحيل توزيع مفاتيح للوزي، إن شاء الله باكر أيضا يعني تكتمل. إحنا نتمنى، وهذه أعتقد أنها هي كانت مطالب وشعارات انتخابية لمعظم النواب إن لم يكن كل النواب، إنه إحنا نحقق مطالب الناس في السكن الملائم والمناسب، وهذه أساس الحياة الكريمة يعني.